انت حلوه وحابه تكوني احلى، تمحي اثار الزمين والايام، عندك مشكله وبدك تلاقي لها الحل. انا ليلى عبيد بهديكي وبهدي المكتبه العربيه كتاب طبيعي اجمل من حواضر البيت وخيرات الطبيعه، وكتاب خلطات شرقيه من سحر الشرق وعبق تاريخ بلداننا العربيه، بقيت ملونه من وصفات جماليه للمراه الشرقيه، يا احلى ما قيل بالحسن والجمال وجاذبية الزمان. ومنوصل مشاهدينا لبيوتي مع الست ليلى عبيد اللي دايما تستبق الحدث والخبر والموضوع. اليوم موضوع جديد حابة نحكي عنه. أهلا وسهلا فيك ست ليلى. Thank you. رولا، بالواقع شهر أكتوبر كم يوم وبيجي شهر التوعية للبريست كانسر. نعم. منشوف الدنيا كلها مضواية بالبينك. أنت مضواية اليوم بهاللون. صراحة ريبنز البينك هي هيك بس تتذكرنا أنه هيدا شهر التوعية، والشخص يلي تعرف على الكانسر وخاصة بحياته مش ضروري البريست كانسر، أي كانسر بيترك أثاره، أنه يقول دايماً أو يكون كان في شيء، كان في أعمل شيء أو يا ريت عملت شيء. لما نرجع نحكي حزن نحكي فرح، بنشوف من لبنان لفرنسا للعالم كله الدنيا مضواية بالزهر. شفنا تور إيفيل كيف ضووه بأكتوبر، أهم المعالم السياحية، أهم المعالم السياحية ضوت بهاللون. الست بهية الحريري صيدا ضوت بالزهر، نعمل سنة الماضي حفلة كانت كتير كبيرة لدعم البريست كانسر، والسنة رح يكون في جيما نوكيان كمان، كمان في دعم للكانسر من صيدا من السيدة بهية الحريري. وهيدي تحية كبيرة للبنان انه عنا التوعية العالمية يلي صاروا عم ينظر لها. وزارة الصحة اللبنانية كثير عم تهتم بهالموضوع، وخاصة بالسنوات الأخيرة عم بيقوموا بنشاطات طوال الشهر للتوعية، عم بخفتوا أسعار الماموغرافي حتى تكون بمتناول كل النساء وين ما كانوا موجودين بالمناطق اللبنانية، حتى في مختبرات متنقلة عم تقدر تقدم هالفحص للسيدات اللي بحاجة لهم. ونحن اليوم كمان كأخصائيات تجميل أو أي شخص بيعني بالجمال بهمه أنه يضلوا تاج الجمال ما ينهز لو شو ما صار. وهون هي التوعية لقبل الكانسر وما بعد الكانسر. الكانسر يعني العلاج، يعني الكيموثيرابي، يعني اللي بيتأتى عن الكيموثيرابي يلي هو هر الشعر، هر شعر الحاجب والرموش. وهون وحتى الصدر لما بيرجع بينعمل له ريكونستراكشن من اول وجديد بيفقد شكل الحلمي. وهون كمان بدنا نحكي عن البيرمننت ميك اب لنقول انه نوجد الحل لحتى نقدر نعمل تتواج قبل بشهر من بدء العلاج تنحكي توعيه، لانه فتره العلاج منخيط من اي علاج باي ابره باي مواد يكون الإيمونيتي ضعيفة ويتأثر الشخص صحيا. يعني خلال وبعد العلاج من الصعب انه ينعمل تاتو بعد العلاج المصاب. بعد العلاج مش مستحب، ولكن قبل العلاج ناخذ القرار، نرسم الحاجب بمكانه من قوي معينه ومنحليه حتى، ومنرسم الستروكس الوبرات الفيدرز يلي بحافظوا على شكل الحاجب، لحتى بس هالحاجب اذا خسر مكانه ما يشعر المريض انه تغير كثير، ولا بيتغير وبضله نفسيته مرتاحه، لانه عم يقدر يكون في تغلب على البريست كانسر. وهون فينا نقول انه خلينا نتغلب حتى على المعالم يلي معقول نمرق فيها نكون نحن صححناها. زيت الشيء بالرموش، لما بنفقد رموش مكان الرمش بيكون فاتح، فينا نحط ايلاينر وايلاينر بنعرضه شوي صغيره او بنحافظ على شكل العين، ومنبلش نحط شويه بيرمننت لاشز يلي هن بيساعدوا انه يكونوا عم بيحافظوا. نفس الشيء مع الشفاف ليلى والخدود، لانه اكيد بيفقدوا لونهم هيك. صحيح. الصحي صحيح، هون بيكون دور العلاج يلي بيكون علاجات ترطيب
علاجات مساجات وصولا لليوغا يلي لها دور كتير كبير، واكيد بيكون في دراسه للدايت يلي الشخص بيكون عم يعتمدها ليكون محافظ. اما ما بعد الكانسر وما بعد اذا كان القرار استئصال اي يعني يمكن يكون صدر واحد أي جزء أو جزء مصاب أو أي شغلة بالصدر، في صار التتواج اللي بيكون للحلمة يلي منعيد شكل الحلمة بالطريقة المثالية مع كل تفاصيلها لحتى تكون السيدة مرتاحة وترجع تستعيد، لأنه بيرجع بينحط بروتيز إذا اضطرت، وبيكون الشكل رجع لمكانه وتغلبنا على المرض. ودائما بدنا نقول إذا حطينا بنفسيتنا بروحنا من جوا نحن رح نتغلب، أكيد منوصل. لأنه مثل الصيدلي اللي قريت عنه مرة، صيدلي روسي كانوا الكل يروحوا لعنده ويسألوه عن دواء ويظهروا كلهم صاحين، الكل صار يسأل لكل الحالات يسألوا طب ليش هالصيدلي الكل لما بيروحوا بياخدوا من عنده دواء بيصحوا؟ قام اجوا سألوه قال لهم ما عندي جواب، راقبوا سمعوه عم بيقول لهم هيدا الدواء بس رح تاخدوه، أول ما تفتحوا رح تحسوا حالكم الشفاء فيه، ولما بتاخدوه رح تحسوا الدنيا كلها تغيرت، ودغري دغري رح تصحوا. البوزيتيف فيلينغز، القرار إنه يكون عنا قرار إنه بدنا نصح بيساعد كتير، وهيدا الشيء اللي منقول دايما هو رب العالمين هو يلي بيساعدنا. ولما بيكون النتيجة شو ما كانت نحن بدنا نفكر بالبوزيتيف لحتى نقدر نتغلب. هذه نقطة كتير مهمة يا ست ليلى، لأنه دراسات أثبتت عبر سنين أنه الحالة النفسية عند المريض خاصة المرضى اللي عم بيواجهوا أمراض مستعصية بتلعب دور أساسي بشفائهم. أوقات لغاية 50% من نسبة الشفاء بتكون من وراء الحالة النفسية الإيجابية. ما في شك وبزيت الوقت ما بعد العلاج وفترة العلاج شو الإشياء اللي ما بيسوى نعملها؟ ما بيسوى بالبيوتي سنترز نتعرض لأشياء كيميكلز، ما بيسوى نحط مواد فيها كتير أسيد على البشرة بدون ما نتأكد مع الطبيب أنه ما عندها ستيموليشن، لأنه حتى المرأة الحامل منوقف نستعمل أدوية حتى للبثور البسيطة للأكنة. بهذه المرحلة بدنا نوقف أي علاجات على البشرة، نجرب أنه بأول فترة نوقف الصبغات حتى لو كان الشعر ما تساقط، ولما مننقي الهيرويك بالشكل الحلو قبل ما نبلش علاج بنكون عم نقدر نشوف وجهنا بمكان بتمازج الشعر الطبيعي مع هالشعر يلي هلأ صار موضة نشوفه بكل الستارز بيستعملوه لحتى يغيروا تسريحاتهم لحتى يعطوا اللوك الحلو ولحتى يكونوا مبتسمين بسرعة لأي فوتوشوتينج بيعوزوه. ومنشوف انه عم بيكونوا هني الأجمل. بس بحالة المرض اليوم ست ليلى، وبتعرفي أكيد أنه كتار من المرضى عم بيختاروا أنه ما يحطوا شعر اصطناعي، عم بيكون عندهم الجرأة والثقة بنفس كيف أنه يطلعوا ويحطوا يمكن برنايطة أو فولار أو شيء هيك بس تيبينوا لايقين أو يغطوا مثلا مطرح ما في فراغات. ما في شك هيدي نفسية بترجع لكل شخص كيف هو بيتعاطى مع هذا الموضوع، لأنه الشعر له مكانه له جمالياته. في البعض بفضل أنه يضل يشوف الشعر متكاسف وكل فترة، وأنا ترافقت مع كتار ورجع الشعر وعملنا شيء اسمه كوب إنرجيتيك، أول قصة من بعد ما يخلص العلاج بيسموها كوب إنرجيتيك، هي قصة خاصة أنا تعلمتها وعندها طابع أنه ترجع تقوي الشعر ويستعيد بنيته. والأهم أول 3 أشهر ما بعد العلاج كمان ما نصبغ الشعر، نترك الشعر على طبيعته تيرجع تريتين تقوى البصل وتسحك الشعر، ونبلش نعمل تدليك، نحط سكالب تريتمنت، نجرب نحط ماسكات. في ماسكات طبيعية كتير بكتاب طبيعة أجمل وخلطات شرقية بيقدروا يستعملوها لشعرهم تيرجع يقوى. نقص وما نخاف من القص بأول مرحلة، ما نفتش دغري أنه نترك شعرنا يطول.
لحتى نرجع نستعيد قوته ويكون الشعر رجع أخذ مكانه. وبالنسبة للرموش، إذا كنا كتير عم نستخدم الرموش المستعارة بهيدي المرحلة، نبلش نعمل ماسك زيو يلي هو مع كومبريسي تنرجع نريح هالمنطقة من الكول يلي كان عم ينحط، وبزيت الوقت نريح حتى من الماسكارا، نجرب نحط فورتيفيان. وبزيت الوقت نقول دايماً 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 للسيدات ترطيب الجسم هو أمر ضروري، والرياضة هي شيء كتير أساسي، والأهم بيناتهم هي اليوغا يلي بتساعدنا نفسياً إنه جسدياً ونفسياً وجسدياً وروحياً. عم نحكي عن الشعر، لابد ما احكي عن التغيير اللي انت عملتيه. انت بتعملي بعكس النساء ست ليلى، بموسم الخريف والشتاء بتفتحي شعرك، صحيح، وبالصيف بتغمقي. صحيح، انا من الناس يلي دائما بستقبل الشتاء بلون افتح، لانه بحس انه البشره صار في عندها لون يبلش يستعيد لون طبيعتي، واللي هو اللون الطبيعي بروح السمار. بحس انه الواني مع كيف بيكون الشخص ولادته، يعني قد ايه بنيته هو صغيره عندها الشكل يلي بيرجع هو بحب يشوف حاله فيه. بحس حالي انه انا لاني شقره من انا وصغيره بالشتاء، بحس انه الالوان بتقدر تعطيني اللون الطبيعي ودفى، يمكن ودفى، بينما بالصيف بحس انه كثير مع الالوان، مع انه هي نصيحتي العكسيه للسيدات. وبحس انه لما بغمق مع اللون البرونزاج بقوي بالميك اب، بحس هالكونتراست بيساعدني. ولكن هيدي مش قاعده للناس، هي العكس هو الصحيح. بنبلش نغمق بالشتاء، بنبلش نروح للالوان البني، البني الكويفري شوي، البني يلي فيه شوي شتان اكثر، ونعمل شوي تاتش اوف سان. هلا صار دير شيء اسمه ديب داي بكعب الشعر، وانا ما بفتح كل الشعر، بترك الشعر كله غامق. ديب داي يعني اطراف الشعر، أطراف الشعر، وبعطي بس وجه الشعر بس بعطيه شوية فاتح لحتى يكون الشعر عم بهيك يضوي على الوجه، لما نحن بنكون حاسين حالنا إنه بحاجة نعمل شوية تغيير. شوية لفتين. انت على طول ملواية ست ليلى، بدي اشكر وجودك معنا اليوم. موضوع جديد اكيد رح تطرحيه بعد كم يوم. اهلا وسهلا فيك. ميرسي لالي كرولا. واقفي مشاهدينا واللايف بكمل، خليكم برفقتنا. انت حلوه وحابه تكوني احلى، تمحي اثار الزمان والايام، عندك مشكله وبدك تلاقي لها الحل؟ انا ليلى عبيد بهديكي وبهدي المكتبه العربيه كتاب طبيعه اجمل من حواضر البيت وخيرات الطبيعه، وكتاب خلطات شرقيه من سحر الشرق وعبق تاريخ بلداننا العربيه، بقيت ملونه من وصفات جماليه للمراه الشرقيه، يا احلى ما قيل بالحسن والجمال وجاذبية الزمان.